خلي بالك ان طه كباتن في الدور الاول كانت عندها مشكله كبيره جدا يا كابتن، ما كانش عندها ظهراء جنب، فكان الاربعه اللي بيلعبوا هم كانوا بيلعبوا اربعه مع دكتور ايمن صديقي، الاربعه اللي كانوا بيلعبوا كانوا مساكين، فعشان كده ما كانش عندهم ابدا زياده من الاطراف. دلوقتي الوضع اختلف، جابوا اثنين اطراف اللي هم دنيا وبدوي بيلعب بسيد ليبرو وادهم، ادهم ده مساك طويل ولد لعيب جامد جدا ومقاتل، وكورش ده كباتن ده اصلا رايت باك، ده باك رايت، وعشان بيجيد اللعبه بالهيد وبيطلع الكره الطويله الكابتن اشرف دخله النهارده يلعب مساك. كورش ولا كوشري؟ اسمه كورشي تقريبا. كورش في قدامهم بيلعب اربعه، حسين الجزار، وحسين ده من اللعيبه اللي عندهم خبرات كتير جدا ولعب في سوهاج ولعب في انديه كتير جدا، احمد ميدو والسيسي دفندرين صراح، وحازم ايمن على الشمال، وفي فوق هيثم الساح. هيثم الساح ده اطول مهاجم موجود في الدوري المصري كله، ممتاز الف وب، تقريبا مقرب على 2 متر، كان بيلعب في فرقه اسمها افت في الدرجه الثالثه، ولعيب جامد جدا. طيب بس ده فيما يخص التشكيل، خلونا الان حكم المباراه كابتن اشرف رشاد، ومعاه اثنين مساعدين، كابتن اشرف عبد الغني مساعد اول، كابتن محمد ربيع مساعد ثاني، كابتن عبد الله يونس حكم رابع، معلقنا الرياضي حسام صديق اعتقد انه جاهز للتعليق على احداث الشوط الاول بين الأسيوطي وطهطا، وزي ما قلت لكم هنتابع المباراتين الأخريتين في نفس التوقيت، مباراة الوسطى وإنا ومباراة مركز شباب طمية مع المنيا، وطبعا باقي المباريات. إذن لقائنا هيكون في فترة ما بين الشوطين. حسام صديق اتفضل.